السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ده معنا في فيديو جديد، وعندنا النهاردة بار اند ريفولوشن جي بي اس 4 2022 بالعراق. طبعا يا شباب، احنا الفيديو اللي فات ظبطنا التعليم والصحة، وكمان ظبطنا شوية في الضرايب وفي رواتب العمال، زائد كمان ان احنا اشترينا القطاع بتاع الانشاءات، كان قطاع خاص حولناه ان هو يكون قطاع حكومي بالكامل، وكمان كنا طورنا البحث العلمي الفضائي والبحث العلمي العادي. دلوقتي بقى عايزين نتجه لحاجة مهمة جدا، وهي البنية التحتية. احنا عندنا البنية التحتية كويسة الى حد ما، يعني عندنا هنا في ميناء تجاري، تمام، وعندنا كمان شوية طرق رئيسية بتربط ما بين البصرة لحد بغداد، وكمان بتروح لحد مدينة عموري، ولكن ما عندناش ولا مطار، وما عندناش اي سكة حديد، ولا عندنا مترو ولا اي حاجة، فدي طبعا حاجة مش كويسة. احنا اول حاجة عندنا كده 32 مليار دولار فائض، هو رقم كويس ولكن مش كبير قوي برضو، بس على الاقل يخلينا ان احنا نظبط البنية التحتية بشكل كويس جدا. فاول حاجة هنعملها ان شاء الله، وهي ان احنا هنجيب طريق رئيسي من البصرة لحد مدينة العمارة، ومن العمارة لحد كوت، ومن كوت هنوديها على بغداد. الموضوع ده هياخد 23 شهر، بس لو زودنا العمال هياخد طبعا اقل من كده، لو خلينا 30 عامل على كل ميل هياخد 8 شهور بس، وده اللي احنا هنعمله، ولكن هيكلفنا كتير جدا، هيكلفنا خلال 5 سنين 17 مليار، تمام. فاحنا عايزين برضو ناخد الحذر شوية في الموضوع ده. ممكن نبتدي الاول ان احنا نوصل بغداد باكتر من مدينة، بعدين نشوف بقى المدن الجانبية دي، يعني عايزين اول حاجة من بغداد لشمال العراق، بعدين نشوف المدن اللي بعيدة كده عن وسط العراق، نبتدي نربطها بالمدن اللي في وسط العراق. فنرجع مرة تاني كده للطرق الرئيسية، ونجيب بغداد نوديها للمدينة دي، ومن المدينة دي للمدينة دي، وكمان لمدينة السلام، وبعديها للمدينة دي، وبعديها لمدينة نيو موصل، لكن في هنا مدينة كده مستخبية فنوصل لها الأول، بعد كده نروح لنيو موصل. دوت هياخد 6 شهور في الإنشاء إن شاء الله، هيكلفنا دلوقتي 3 مليار، وخلال 5 سنين هندفع حوالي 13 مليار، مفيش مشكلة، هيكون ساعتها اقتصادنا اتحسن اكتر. طبعا هنربط بقى الموصل بالمدينة دي والمدينة دي، كده احنا وصلنا زي ما انتم شايفين كده من جنوب العراق لحد شمال العراق. دلوقتي بقى جه الدور على المدن اللي في الجوانب كده، المفروض ان احنا نوصلها بالمدن الرئيسية بتاعتنا. فاول حاجة زي ما قلت لكم البصرة لحد العمارة، ومن العمارة لكوت، ومن كوت لبغداد، ومن مدينة الديوانية هنروح لنجف، ومن نجف للمدينة دي، ومن المدينة دي لكربلاء، ومن كربلاء لمدينة عموري أو لبغداد الأول، ومن مدينة كربلاء برضو هنوديها لمدينة عموري، لأن طبعا مدينة عموري تعتبر دلوقتي مدينة رئيسية. كده زي ما انتم شايفين بنسبة كبيرة جنوب العراق كله بقى متظبط. دلوقتي بقى من مدينة عموري للمدينة دي، وعندنا مدينة الشام هنوصلها بنيو موصل، ومدينة السليمانية عايزين نوصلها بنيو موصل. فهنجيب كده الطريق من هنا لحد المدينة دي، لحد إربل، لحد نيو موصل. كده أظن معظم الطرق خلاص بقت متوصلة ببعض، وكل المدن دلوقتي بقت متوصلة ببعض عن طريق طرق رئيسية. فكده أول حاجة في الطرق الرئيسية وفي البنية التحتية بقت تمام. عايزين نتزود كده شوية طرق فرعية إن شاء الله، يعني يعتبر هنضاعف عدد الطرق الفرعية الممهدة لينا، بدل ما هم 1557 ميل هنخليهم 3111 ميل. بالنسبة بقى يا شباب لمحطات المترو، فإحنا هنعمل 5 محطات في كل إقليم. طب يا شباب زي ما انتوا شايفين كده إن شاء الله هنعمل 100 محطة مترو، كلهم هيخلصوا خلال 6 شهور، 5 محطات في كل إقليم عراقي. دي طبعا حاجة هتساعد على التنقلات الداخلية. عايزين بقى إن احنا نعمل قطار سريع. قطار سريع دوت هيمتد من البصرة لحد بغداد، هنكمله ان شاء الله في الشمال، ولكن مش دلوقتي، لما فلوسنا تزيد شوية. قبل ما نعمل القطار السريع عايزين نشوف الميزانية بتاعتنا دلوقتي اخبارها ايه. الميزانية بتاعتنا دلوقتي الفائض فيها اقل جدا طبعا، ولكن كده كده احنا صرفنا ولازم نستحمل. احنا دلوقتي الفائض بتاعنا بقى 18 مليار بس، ولكن هنشوف برضو لما نعمل السكة الحديد بتاعتنا هيكلفنا كتير ولا لأ. ممكن نتجاهل كمان المدن اللي في الشرق دي، ونركز على المدن اللي هنا بس. اخر حاجة يوصل لها مدينة عموري، من البصرة لحد مدينة عموري هيكلفنا 14 مليار، يعني هو كتير
لا هو هيكلفنا دلوقتي حاليا 3 مليار بس، ولكن على خلال 5 سنين هيكلفنا 14 مليار، ولكن هياخد وقت كبير قوي. بس هنحاول نزود الموظفين كده اساس ان هو يخلص بسرعة، بس هيخلص بسرعة طبعا هياخد تكلفة اكبر. احنا كده لو خليناه يخلص خلال سنة، يعني يخلص في شهر 5 سنة 2023، هيكلفنا 8 مليار وربع. تمام، هنخليه كده يخلص في 5 2023. دلوقتي الفوائد بتاعنا بقى أقل من 2%، مش عارف بقى نكمل سكة الحديد ولا ملوش لازمة. احنا دلوقتي أكيد الفوائد بتاعنا بقى حوالي 10 مليار، صح؟ يعني 13 مليار. تمام، برضو يعني رقم قليل. ممكن نعمل بقى مطار أحسن. الأحسن إن احنا نعمل مطار، خاصة إن المطار برضو بيكلف كتير. عايزين نعمل مطار لبغداد أول حاجة، طبعا مطار بغداد الدولي، وكمان عايزين نعمل مطار في مدينة عموري ويكون برضو مطار دولي، ومطار ناحية مدينة الموصل ويكون مطار دولي، وكلهم يخلصوا إن شاء الله في 6 شهور. ومطار عند مدينة البصرة، طبعا مدينة من المدن المهمة جدا. كده 4 مطارات. دلوقتي الفائض بتاعنا بقى 8 مليار بس. هنغير بقى أسماء المطارات دي كلها. كده بقى عندنا مطار البصرة الدولي، وغيرنا اسم المطار رسميا لمطار بغداد الدولي، ودوت هيكون مطار عموري الدولي. ونروح على طول لمطار الموصل. كده بقى عندنا 4 مطارات دولية، وسكة حديد بتربط من مدينة البصرة لحد مدينة عموري، وطبعا عندنا كمان شبكة طرق رئيسية بتربط ما بين جميع مدن العراق بالكامل. وكمان ان شاء الله هيبقى عندنا 100 محطة مترو. عايزين بقى دلوقتي ان احنا نزود الميزانية اللي بتتصرف على المواصلات. اول حاجة طرق للعجل، عايزين نزود الميزانية بتاعتها على الاخر، هتكلف 200 مليون دولار. بالنسبة للطرق البرية فاحنا عايزين نزود الميزانية بتاعتها، نشوف كده غالية ولا لأ. هي غالية شويتين تلاتة بصراحة، فاحنا هنزودها نجمتين بس. تمام كده. وبالنسبة للنقل عن طريق القطارات والسكة الحديد عايزين نزوده برضو، نشوف كده هيكلف كتير. هيكلف كتير جدا برضو، ممكن نزود بس 3 نجوم على اساس ان هو يبقى 6 نجوم. نفس الكلام بالنسبة للنقل الجوي، خلينا نشوف كده هيكلف كتير. يعني النقل الجوي مش بيكلف كتير قوي، يعني هنزوده برضو 3 نجوم على اساس ان يبقى 6 نجوم. النقل البحري مظنش اصلا ان احنا عندنا نقل بحري كتير، ولكن مكلف، مكلف جدا كمان. هنخليه برضو 6 نجوم مش حاجة، يعني يبقى نزوده نجمتين بس. اقول لكم حاجة، هنخلي النقل البري برضو يكون 6 نجوم بس عشان نوفر شوية في الفلوس. بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فدول هنصرف عليهم اكتر مبالغ ممكنة على اساس ان يكون التنقل بالنسبه لهم سهل جدا. غير كده اصلا الميزانيه بتاعتهم مش هتكون مكلفه. بالنسبه لصيانه الطرق فعايزين نشوف هتكلف كتير ولا لا. صيانه الطرق مش بتكلف كتير قوي، لو زودناها على الاخر مش هتكلف كتير. تمام، هنزود صيانه الطرق على الاخر برضو زي ما انتم شايفين كده. هيبقى بس فاضل ان احنا نزود النقل البري على الاخر، والنقل عن طريق السكه الحديد، والنقل الجوي، والنقل البحري. كل الكلام ده على بعضه هيكلفنا 2 مليار 864 مليون دولار. زي ما انتوا شايفين كده شباب، دلوقتي الميزانية بتاعتنا بقى الفائض فيها أقل من 1%، فلازم ناخد بالنا كويس جدا. عايزين بقى نمشي شوية وقت كده عشان نشوف الشعب هيتصدم ازاي بالقرارات دي. زي ما انتوا شايفين كده في ناس متضايقة مني وفي ناس مبسوطة، وكل واحد بقى ايه على حسب هو بيدعم ايه بالظبط في الدولة، ولكن معظم الناس مبسوطين مني. بقى في كارثة دلوقتي يا شباب، وهي ان احنا دلوقتي بقى عندنا عجز في الميزانية 1%، بعد ما كان عندنا فائض بيوصل لحد 8% بقى عندنا عجز زي ما انتوا شايفين كده 1%. العجز يا شباب عندنا بقى 5%، دي طبعا حاجة مش كويسة خالص. فهنضطر دلوقتي على طول ان احنا نروح على الضرايب ونحاول نشوف ايه التحويلات البنكية دي 30/5 هتتم. عايزين على طول اول ما تتنفذ على طول نزودها ونخليها 10%. مش هنقدر ان احنا نفضل كده كتير، 5% عجز في الميزانية ده وحش جدا، ممكن يعرضني لأي انقلاب في أي وقت. دلوقتي المستشار النمساوي عايز يقابلني، مفيش أي مشكلة. أنا مش عارف ايه اللي حصل، ولكن زي ما انتوا شايفين كده الميزانية بتاعتنا بقت مظبوطة إلى حد ما. المصاريف قلت وفي نفس الوقت الارباح زادت، مش عارف بقى هل من القرارات اللي اتنفذت والكلام ده ولا تبع ايه بالظبط، ايه اللي حصل انا مش عارف. عايزين نشوف بقى المستشار النمساوي عايز مني ايه. المستشار النمساوي عايز يشتري خشب من عندنا، هو عايز يقلل، احنا هنزود مرة تانية. رفض.
طيب خلاص يلا مع السلامة. كده كده الصفقة أصلا مكانتش هتجيب 500,000 على بعض. عايزين ندخل على البحث العلمي ونشوف كده الاختراعات اللي اكتشفوها العلماء بتوعنا. ما عندناش غير الاختراع ده، وعندنا كمان دبابة من المستوى الثاني، فهنديها براءة اختراع مفيش مشكلة. دلوقتي بقى عندنا عجز مرة تانية في الميزانية. موضوع الميزانية دوت هيعمل لنا طبعا مشكلة حبة حلوين، لحد ما نرجع ان شاء الله مع بداية السنة الجديدة ونبتدي ان احنا نعمل صفقات مرة تانية. رئيس الوزراء الايطالي عايز يجتمع معانا، ما عنديش اي مشكلة. رئيس الوزراء الايطالي عايز يشتري مني وقود. طيب الصفقة الصراحة في ميعادها، الصفقة هتجيب لنا فلوس كويسة، فمفيش مشكلة ان احنا نبيع له شوية وقود كده محترمين. تمام يا شباب، هيشتري مني وقود بقيمة 6.5 مليار دولار. حلو قوي. عندنا شباب رئيس الامارات عايز يجتمع معانا، ما عنديش برضو اي مشكلة، نشوفه عايز ايه. وصل يا شباب رئيس الامارات، ورئيس الامارات عايز يشتري مننا بطاطس. يعني بصراحة الصفقة مش مستاهلة المشوار اصلا، يعني مش عارف انا، صفقة ب82 مليون دولار، حاجة ملهاش لازمة خالص يعني. ولكن هنحاول نزود السعر شوية، يعني خليها ب112 مليون دولار. كمان هو مش موافق، عمال يتفاوض معايا في السعر. هتبقى الصفقة ب103 مليون دولار، مفيش مشكلة يعني، أي فلوس وخلاص. ولكن ألهمني لحاجة، إيه هي؟ إن إحنا لازم نطور الزراعة عندنا والصناعة. إحنا قلنا إن إحنا عايزين نطورهم، ولكن ما قلناش هنطورهم إمتى، ولسه فعلا أنا مش عارف أطورهم إمتى. ده دولة إيه دي؟ هولندا صح؟ دولة هولندا أعتقد. دلوقتي يا شباب هدفي اتحقق، وهو إن إحنا يكون عندنا بطالة. من زمان وأنا نفسي يكون عندنا بطالة، عشان يكون عندنا ناس عاطلين عن العمل، علشان نقدر ان احنا نوظفهم في الوظائف اللي احنا عايزينها. دلوقتي بقت عندنا نسبة البطالة ما يقرب من 5%، ودي حاجة كويسة جدا طبعا. ده ليه بقى؟ علشان زي ما قلت لكم احنا رفعنا السن بتاع التقاعد، وبقى سن التقاعد عندنا 70 سنة للرجالة و70 سنة للستات، بعد ما كان 64 و64. فالفئة ديت اللي هي ما بين 64 ل 70 اكيد فئة برضو عددها مش قليل، فكل دول بقى عاطلين عن العمل دلوقتي ومحتاجين ان احنا نشوف لهم وظايف، ولكن مش معايا فلوس اصلا ان انا اشوف لهم وظايف. فخليهم قاعدين في البيت زي ما هم لحد ما يبقى معايا فلوس ان شاء الله. احنا دلوقتي خلاص يعني شهر 8، يعني قربنا ان شاء الله ان احنا نوصل السنة الجديدة ونبتدي ان احنا نعمل صفقات تجارية جديدة. عندنا احنا دلوقتي يا شباب العجز 4%. الرئيس الامريكي ذات نفسه عايز يجتمع معانا، فاكيد في حاجة مهمة او هيعمل معانا صفقة كبيرة، اتمنى يعني كده. احنا عندنا دلوقتي البطالة بقت 6%، لازم ناخد بالنا شوية كده من الموضوع، مش عايزينه يفلت من ايدينا قوي برضو. احنا اي نعم كنا عايزين البطالة تزيد، ولكن مش للدرجة دي برضو. خلينا يا شباب على طول نشوف الرئيس الامريكي عايز مننا ايه. في الاخر الرئيس الامريكي طلع جاي عشان يشتري مننا عنب. والله يعني ده راجل تافه وراجل فاضي وهايف وملوش اي لازمة، يعني ان هو يطخ مشوار من امريكا لحد العراق عشان يشتري عنب. انا افتكرته مثلا جاي يشتري نص البترول اللي عندنا، ولا يقول لي مثلا عايزين نعمل صفقة غاز للسنة الجاية، ولا يدينا مثلا 2 3 مليار كده هدية، اي حاجة. اتاري جاي يشتري عنب، الهايف التافه. تلاقي الطيارة اللي هو كان جاي بيها اصلا للعراق اغلى من قيمة الصفقة، صفقة ب200 مليون دولار. ايه ده؟ وكمان لسه هيتفاوض على السعر، الجلدة المعفنة هيتفاوض على السعر في ال200 مليون دولار دول. شفتوا اهو عمال يتفاوض ومش عاجبه السعر، وافق، وافق على 201 مليون بدل 209 مليون. لا كمان جاي عشان يتفاوض لي في 8 مليون دولار. يا سلام، يلا يا عم غرفة ده يا عم، يلا يا عم سلام. طب يا شباب قررت خلاص ان انا هتخذ القرار. ايه هو القرار اللي انا هتخذه؟ القرار دوت يا شباب هو ان انا ان شاء الله هزود الضريبة على التحويلات البنكية، زائد هزود الضريبة على كام حاجة برضو كده، زي مثلا الضريبة على المشروبات الحرام، الضريبة على السجاير، الضريبة على القمار. كده ال5 حاجات دول هنزود فيهم الضريبة على الآخر. هنروح بقى على ضريبة التحويلات البنكية، لو خليناها 10% هتجيب لنا 24 مليار دولار. عايزين نشوف رأي البرلمان ونشوف رأي الشعب. بالنسبة للشعب هيكون مبسوط، البرلمان مش هيكون فيه ولا حزب موافق على القرار، ولكن في نفس الوقت هيكون فيه حوالي 33% من أعضاء البرلمان موافقين على القرار. فبما إن الشعب موافق، فإحنا إن شاء الله هنتخذ القرار ونزود ضريبة التحويلات البنكية ونخليها 10%. وزي ما انتوا شايفين كده شباب، رجع لنا الفائض مرة تانية،
حوالي 3%. وبس كده يا شباب، يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. حابب اشكرك جدا جدا لو كملت الفيديو لحد دلوقتي. لو كملت الفيديو لحد دلوقتي انزل تحت في التعليقات واكتب لي رقم 7. عايزين نوصل الفيديو دوت لاكتر من 100 لايك عشان ان شاء الله نستمر في السلسله. ولو انت مش متابعني على الفيسبوك وعلى الانستجرام هتلاقوا الروابط تحت في الديسكريبشن، ما تنساش تروح وتتابعني. وبس اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.